اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه في برنامج الترند. وزي ما انتم متعودين كل يوم في البرنامج الترند من الحد للخميس بنعمل فقره حواريه مختلفه عن اليوم اللي قبله او حتى اليوم اللي جاي. ليه؟ لازم يبقى في تنويع. يوم بنتكلم على المستوى الصحافه بتكتب بتقول ايه، السوشيال ميديا بيتناقش ايه، يوم بنعمل فقره مع نجم. النهارده موعدنا مع فقره مهمه جدا ليها علاقه بالارقام والمقارنات والمنافسات المقبله للنادي الاهلي من خلال رؤيه رقميه هيشرحها لنا ويقدمها معانا دكتور احمد ثابت المحلل الفني لقناه النادي الاهلي. دكتور احمد منور الدنيا وسعداء بوجودك، شرفتنا ونورتنا في برنامج الترند. نور حضرتك ودايما متالق كده ومكسر الدنيا، ومبروك على البرنامج. الله يبارك فيك. هبدا معاك بقى وانت جاي لنا من بعيد. احنا طبعا كنا على الهواء مش متابعين مباراه المنتخب، شفنا الشوط الاول قبل ما يبدا البرنامج، ولكن في اثناء الشوط الثاني المباراه لسه مستمره والتعادل الايجابي 1-1 واحنا خلاص في الدقائق الاخيره. جاي وبتتفرج على المباراه وشايف مصر وبوتسوانا، شايف اداء المنتخب ازاي والنتيجه اللي ممكن البعض يشوفها مفاجاه لغايه دلوقتي؟ هو كابتن حسام حسن يعني انا شايف ان هو عامل شغل كويس مع المنتخب بغض النظر عن النتيجه. هو بيجرب كل ماتش، النهارده عامل 8 تغييرات عن المباراه السابقه، يعني بيجرب بيعمل فرقتين ودي حاجه تحسب له. اول حاجه مثلا في حراسه المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير، يعني ده بيعمل فريقين. المساكين كان هو طبعا بيلعب رامي ربيعه، بيلعب محمد عبد المنعم، النهارده بنشوف محمد ربيعه وبنشوف احمد رمضان بيكهام. ناحيه اليمين الماتش اللي فات كان في احمد عيد اللي هو الظهير الايمن بتاع النادي المصري، النهارده بيخش عمر كمال عبد الواحد. تمام. ناحيه الشمال ده المكان الوحيد اللي ما بدلش فيه خالص، محمد حمدي هو اللي لعب كل الماتشات تقريبا وعامل معاه متالق، عامل 4 اهداف، صنع 4 اهداف، اكتر لاعب صنع اهداف في فتره كابتن حسام حسن محمد حمدي، عامل 4 اسيست. اللي في وسط الملعب كان احمد نبيل كوكا في الماتش اللي فات في مركز 6، النهارده بنشوف مروان عطيه، مروان عطيه الاساسي ودخل احمد نبيل كوكا. كان في محمود صابر وفي محمد شحاته الماتش اللي فات اللي هم الاثنين الثمانيه، النهارده ناصر ماهر وتريزيجيه في المركز 8، وتريزيجيه على فكره النهارده بيسجل الهدف السادس ليه مع المنتخب تحت قياده حسام حسن. 6 اهداف ليه مع المنتخب. 6 اهداف مصر هو تحت قياده حسام. هو هداف المنتخب تحت قياده الكابتن حسام حسن، 6 اهداف واسيست. فهو بيطلب دايما من الاثنين الثمانيه سواء ناصر سواء تريزيجيه ان هم يكملوا دايما جوه منطقه الجزاء، حتى لما كنا بنشوف محمود صابر بنشوف كذا حد محمد شحاته، الثمانيات بتاعت الكابتن حسام اللي هم الاثنين الثمانيه دايما بيكملوا جوه منطقه الجزاء. الاجنحه النهارده بنشوف طاهر محمد طاهر ده للماتش الثاني على التوالي، وعمر مرموش اللي بيرجع اساسي، ومصطفى محمد. يعني لو لاحظت هتلاقي ان هو مغير 8، واللي كانوا ثابتين من التشكيله طاهر محمد طاهر وربيعه اللي هو المساك ومحمد حمدي، 3 بس هو اللي ثبتهم. فالتغيير الكتير اكيد بيعمل نوعا ما عدم انسجام، بس هو بيجرب، مدرب عنده الجرأه، بشوف ان هو بيعمل فرقتين ده حاجه كويسه تحسب له. النهارده احنا ضيعنا فرص كتير، الشوط الاول ضيعت فرص، الشوط الثاني برده لسه كان في من شويه كوره لابراهيم عادل ضيعه كانت خطيره جدا. يعني انت عامل اداء نوعا ما مش وحش، اداء مقبول، بس بشوف دايما ان التغييرات هي اللي خلت النتيجه كده، التغييرات الكتير، والتغييرات دي هو منطقية. هو بيحاول، انا خلاص اتاهلت، بس بيحاول يبني فرقتين. في نقطه بس عايز اتكلم فيها، نقطه مهمه جدا. اتفضل يا دكتور. النهارده الحضور الجماهيري 0 وهيفضل مستمر كده. طب تعالى بقى نشوف لو معانا صور يا جماعه، الحضور الجماهيري بتاعت ماتش الجزائر وماتش ماتش المغرب، ماتش ليبيا، ماتش السودان. ومن هنا المغرب بتلعب لسوتو، ماتش تحصيل حاصل، والمغرب هتستضيف البطوله، الملعب كامل العدد. برافو عليك. النهارده كمان ده ماتش ايه؟ تحصيل حاصل. تحصيل حاصل، يعني ماتش مش مهم للمغرب زي ماتشنا كده النهارده. مفيش حاجه عندهم كلمه مش مهم، اصل ماتش اصل الفرق، واحنا عندنا نجوم الناس مفروض تروح ان هي تتفرج عليها. طب هنا الخلل فين؟ الجزائر بتلعب ليبيريا وهي متاهله وحاسمه الموقف، لكن والجمهور 50000 مشجع. احنا معانا الصور لو نستعرضها حتى هتلاقي 50000 مشجع في مباراه الجزائر. 50، بص حضرتك ده ماتش الجزائر. بص استاد الجزائر متقفل، والجزائر اتاهلت لكاس الامم. هات الصوره اللي بعدها هتلاقي طبعا برضو ده الجزائر برضو. بص حضرتك انا جايب لك كذا شكل هنا، من هنا ده دورنا هنا كاعلام، ان انت لازم تطرح ده المغرب. ايه الحلول؟ ده المغرب. ايه الحلول اللي اتحاد الكوره مفروض يعملها عشان خاطر الحضور الجماهيري يكون متواجد بكثره لحضور منتخبات للمنتخب مصر؟ هنا المغرب، بص الفرق. بص والمغرب صعد، يعني المغرب صعد. كمل، هات الصوره اللي بعدها، خش على ده السودان، ده منتخب السودان. بس طبعا السودان عشان كان ماتش ده صعود في ليبيا. بس بص الحضور الجماهيري قد ايه. هات ليبيا بقى نفسها كمان،
استاد طرابلس. ده في طرابلس لسه ليبيا. الاستاد مفتوح جديد على فكره بعد التعديلات اللي حصلت فيه. فمن هنا من هنا احنا بنوجه رساله مهمه جدا، ايه الحلول يا جماعه اللي لازم نشوفها عشان الحضور الجماهيري في ماتشات منتخب مصر يرجع زي الاول؟ اكيد لازم يكون في حاجات محفزه للجمهور، لازم التذاكر سعرها ينزل، دي رقم ده واحد. رقم اتنين لازم يكون في جوائز، حاجه تبقى حاجه تشجيعيه. رقم تلاتة في احد الحلول ان انت ممكن تروح محافظات، مش شرط تلعب في القاهره. انت تعرف الماتشات اللي انت عرضت صورها دي مش في العاصمه. يعني على فكره المغرب ما بتلعبش في كازابلانكا ولا بتلعب في الرباط، دي انتقلت لكذا مكان. فليه ليه ما نروحش للمحافظات؟ ليه ما نروحش اسكندريه؟ ليه ما نروحش اسماعيليه؟ ليه ما نروحش اسوان؟ الا انت لو رحت المحافظه هيبقى في عيد. يبقى انت عندك نوع من التنوع، وهنا دي مسؤوليه اتحاد الكره اللي جاي بقى اللي لسه متولي. ده اللي احنا بنقوله له، اول نقطه عندك لازم تصلحها ولازم تعالجها نقطه الجماهير. بس كمان في حاجه تانية، ما انت عشان تلعب بره القاهره لازم ملاعب معتمده. انت عندك مشكله في الملاعب المعتمده، انت عارف الملاعب المعتمده فين؟ مصر، اسكندريه، اسماعيليه بس. ما اسكندريه كويسه واسماعيليه كويس والسويس كويس. يعني الثلاث محافظات. لو فكرت تروح اسوان ملعب مش معتمد. ماشي، بس انت اسكندريه لو النهارده لو عملت الماتش في اسكندريه كل جمهور اسكندريه هيروح، اسماعيليه كل جمهور اسماعيليه هيروح. ده أكيد. اللي بنتكلم فيه، ان لازم يكون في مجموعه من الافكار. أكيد. اللي ما ينفعش يكون الاستاد فاضي. منتخب مصر بيلعب منتخب مصر الاول، ما ينفعش يا جماعه يكون الاستاد فاضي. طيب دي رساله لازم نقولها. طب ما تيجي بقى نتكلم على الحضور الجماهيري بس في جانب اخر، لان الحضور الجماهيري في قطر هيبقى شأني مختلف تماما. طبعا. تعال انا وانت كده نرحب دلوقتي باحد زملائنا الصحفيين والاعلاميين اللي عامل مجهود خرافي في قطر لاي مباراه رسميه او حتى وديه في الدوحه. زميلنا الناقد الرياضي الاستاذ محمد الجزار. مساء الفل يا محمد، تحياتي ليك وتحيات دكتور احمد ثابت لحضرتك. اهلا بيك يا ابو حميد، تحياتي ليك ولكل جمهور النادي الاهلي وكل المتابعين لشاشه قناه النادي الاهلي، وتحيه للصديق العزيز المحلل اللامع والمميز دائما الدكتور احمد ثابت فخر الاهلاويه. الله يخليك يا محمد، كل التوفيق ليك ولكل الزملاء. بس انا عايز اقول لك، واحنا بنتكلم على الحضور الجماهيري، انا شفت حاجات في الساعات اللي فاتت، يعني عايز اقول لك انا مش متخيل ان الاهلي لما يسافر قطر لسه يوم 10 ديسمبر انتم بتحضروا من دلوقتي، الدخله هتبقى ازاي؟ التشجيع هيبقى ازاي؟ استقبال الاهلي هيبقى ازاي في المطار؟ بدري بدري قوي البروفات اللي انا شفتها واللي بالتاكيد ممكن نستعرضها معاك وانت معانا دلوقتي على الهواء. يمكن الحقيقه وجود النادي الاهلي في قطر او عوده النادي الاهلي لقطر مره اخرى بعد الحقيقه فتره من التالق والتوهج في بطوله كاس العالم للانديه، بطوله كاس السوبر الافريقي، كان الارتباط دائما بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره هنا في قطر هو ارتباط بالانجازات وبالحضور الجماهيري المميز حتى في ظل ازمه كورونا، والكل يعرف كيف هي الصعوبات في هذه الحقبه. فالحقيقه من اول ما الناس والجمهور الاهلاوي عرفوا ان قطر هتستضيف نهائيات بطوله كاس الانتر كونتيننتال الدور ربع النهائي ونصف النهائي والمباراه النهائيه، ووجود النادي الاهلي الحمد لله بعد فوزه العريض والمستحق على العين، لا الوقت بالعكس، الناس دلوقتي انا كل ما بشوف حد في الرابطه او حد مشجع اهلاوي عادي يقول لا الوقت ضيق، الوقت قصير، خلاص الاهلي جاي يوم 10 ديسمبر، لازم نكون جاهزين، لازم نكون مستعدين، لازم ننظم نفسنا بشكل كويس. وفكره الحقيقه التنظيم سواء في موضوع الدخلات، موضوع التيفو، موضوع الادوات اللي بتدخل حتى الترومبيطه والسنانير، والجماهير اكيد عارفه المصطلحات دي. هنا محمد وانت رجل ملم كثيرا بالامور التنظيميه التي تخص الفيفا، لا يوجد شيء بالصدفه او شيء بعشوائيه، كل حاجه لازم ليها موافقات سواء من اللجنه المنظمه او من الجهات الامنيه. فالاخوه هنا مشكورين الحقيقه لرابطه مشجعين النادي الاهلي بالتواصل اولا مع اداره النادي، والحقيقه بشكر اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن القدير محمود الخطيب والمدير الرياضي وكل الناس المسؤولين في النادي على سعه صدرهم وتواصلهم مع الرابطه وفتح الابواب بشكل مستمر الحقيقه، سواء بالتليفون والاتصالات او بالمخاطبات
الرسميه لتلبيه كل احتياجات الجماهير. وده الحقيقه مش غريب على اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب اللي دايما في ظهر جماهيرها، مش بس في مصر ولكن حتى في خارج مصر في كل دول الخليج. ده حصل كمان خلال بطوله السوبر في الامارات وفي السعوديه كمان. فباذن الله بإذن الله. المنظر يكون كويس والمشهد في مدرجات النادي الاهلي يوم 14 ديسمبر يليق بقيمه واسم جمهور النادي الاهلي وكذلك طيب محمد، بالنادي الاهلي نفسه. التجمع ده حصل امتى وازاي وليه؟ ليه؟ التجمع اللي انا شفته من شويه على الشاشه، تجمع جمهور الاهلي في احدى الصالات المغطاه، هم بيحضروا نفسهم لدخله لتشجيع لاستقبال، يعني حطينا كده في التفاصيل. اشوف يمكن هو التحدي بالنسبه للجمهور ان مش مساله يبقى جمهور موجود ونملى المدرج لو 30,000 40,000 ما عندناش اي مشكله. الجمهور هيجي من السعوديه، من الامارات، من البحرين، من الكويت، كل الناس اللي بتحب النادي الاهلي، من امريكا وكندا، وفي ناس من النمسا كمان اتواصلوا مع الشباب هنا انهم هيجوا وعايزين يكونوا موجودين. لكن التحدي هو ان يكون الصوت الالف صوت الالف صوتهم صوت مليون. لا احنا عايزين المدرج كله يكون بيشجع، المدرج كله يكون بيساند، مش عايز فكره الجمهور الشيك اللي جاي يقعد ويمسك التليفون يصور ويتفرج، جه هدف يسقف وخلاص. لا احنا عايزين ناس تحرك اللعيبه في ظروف المباراه اللي ان شاء الله ما تكونش صعبه، ولكن في كل اوقات المباراه دايما جمهور النادي الاهلي بيكون ليه عامل السحر. شفنا في مباراه العين في استاد القاهره، العين جاي لك بطل اسيا وعامل ماتش قدام الهلال السعودي، ماتش مرعب الحقيقه، وكل الناس خايفه من قوه والتشكيله القويه للفريق الاماراتي. لكن انت بقوه جمهور تمام. النادي الاهلي وبتشجيع طيب. الجماهير الحقيقه اللي كان مبهر، قدرت ان انت بتاخد ادفانتج على المنافس، وده اللي تحدي بالنسبه للرابطه هنا وللناس هنا، ان احنا ندي الميزه دي كمان للنادي الاهلي ولاعيبته كانهم بيلعبوا في استاد القاهره بالظبط. طيب سؤال، فالثالثه شمال ونسبه كبيره جدا من المدرجات، فعشان كده الشباب بداوا اول تجمع ان يكون في تنظيم، ايه الهتافات اللي هتتقال، السنانير اللي تترفع، الاعلام اللي هتكون موجوده، التيفوهات، امتى نقول هتاف العب برجوله، امتى نقول هتاف جمهوره حماه، امتى نقول عاملين حتى هتاف حلو قوي حلمنا طال من زمان من ايام اليابان، وحاجات الحقيقه بيبتكروا الشباب أكيد. حاجات كويسه. فعشان انت حتى كمان لما تهتف ما يكونش اتنين او تلاته واصوات مشاز، لا دايما جمهور النادي الاهلي يقول لك جمهور اعظم نادي في الكون، لا انا بقول كمان ان ده اعظم جمهور في الكون، مع احترامي لكل الانديه وكل الجماهير، جماهير أكيد. النادي الاهلي ليها كده اساليب معينه في التشجيع، طيب فان شاء سؤال الله ده يكون موجود زي ما هو موجود في مصر يكون موجود أكيد ان شاء الله أكيد. في مصر. سؤال أخير عشان وقتنا ووقت حضرتك، هل في اجتماعات في الساعات القادمة للجنة المنظمة المحلية، أمر متعلق بالتذاكر، أمر متعلق بالتحضيرات على مستوى الأندية، بما إنك بقى صحفي ومقيم في الدوحة فعندك أكيد تفاصيل وقريب جدا من إدارة الفعاليات في اللجنة المنظمة المحلية. اللجنة المنظمة على تواصل دائم مع إدارات الأندية الأربعة، ولو قلنا النادي الخامس بحكم انتظار لما ستسفر عنه نتيجة نهائي الكوبا ليبرتادوريس، حتى كمان مع روابط الأندية هنا في رابطة النادي الأهلي، في رابطة باتشوكا المكسيكي، في كمان رابطة جماهير ريال مدريد، الناس فاتحين لينك معاهم، بدأ التسجيل المبكر للصحفيين والاعلاميين المقيمين هنا عن طريق منصه هيا. خلال الايام هيتم الاعلان ان شاء الله كمان عن التسجيل من خلال منصه الفيفا. العمل الحقيقه على قدم وساق، وشكلوا لجنه منظمه، اغلب الناس اللي فيها محمد اللي كانوا موجودين في اللجنه العليا للمشاريع والارث اللي نظمت بطوله كاس العالم، الاخ حسن ربيع الكواري اللي هو مسؤول التسويق واداره الفعاليات. على فكره ماتش الاهلي مش هيكون ماتش في المدرج و90 دقيقه ويخلص، لا ده في فعاليات وفي حاجات خارج الاستاد كمان للجماهير، كل الجماهير وجمهور النادي الاهلي تم اختصاصه بالذات بمبادره من المستشار حسام ابو العيله رئيس رابطه مشجعين النادي الاهلي في قطر، ان يكون المباراه الثانيه على استاد 974 بين النادي الاهلي والفائز من ديربي الامريكتين تحمل شعار تكريم مشجعين النادي الاهلي، والحقيقه هيكون التكريم من خلال الكثير من الفعاليات. ففي
في خطابات رايحه بإذن وخطابات الله. جايه وموافقات مع اللجنه المنظمه، ان شاء الله باذن الله تشوفوا حاجه تليق بجمهور النادي الاهلي وباسم النادي الاهلي العالمي، وانا بقول الاهلي المونديالي في قطر ان شاء الله، ده حاجه كده يكون شعارنا خلال بإذن فتره الله. البطوله باذن الله. زميلنا العزيز محمد الجزار الناقد الرياضي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، وشغلت كده الأجواء بدري بدري، والحماس انت بتتكلم عن الحضور الجماهيري، جبنا لك يعني حاجات كواليس اهي من قطر على مشاركة الأهلي في الدوحة. الحضور الجماهيري بالنسبة للنادي الأهلي مختلف خالص عن منتخب مصر، انت بتشوف وده للأسف على فكرة برضه، احنا منتخبنا يعني اكيد لازم يبقى في حضور جماهيري كبير. ما ده اللي احنا اتكلمنا عن النقطة دي في أول حلقة خالص، إن احنا قلنا إن لازم الحضور الجماهيري لمنتخب مصر يكون زي طبعا حضور في النادي الأهلي والنادي الزمالك، حتى في نهاية الكونفدرالية كان برضه الحضور الجماهيري كبير. طيب عايز أقول لك يمكن للأسف منتخب موريتانيا لم يستطع يتأهل. التأهل إلى نهائيات كأس الأمم، مصر وبتسوانا انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، موريتانيا كسبت الرأس الأخضر، وبالتالي ترتيب المجموعة مصر 14 نقطة، منتخب بتسوانا 8 نقاط، ثم موريتانيا 7 نقاط، والرأس الأخضر ب4 نقاط. بوتسوانا بتتأهل لكأس الأمم بعد غياب أكتر من 13 سنة، آخر نسخة لعبت فيها بوتسوانا كانت في نسخة 2013 2012 2012 طبعا يعني كده احنا عرفنا 22 فرقة اتأهلت، بالظبط بوتسوانا بقت الفرقة 22، وكده هيبقوا 6 فرق عربية، 6 فرق عربية، مصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا، لا ومصر وتونس والجزائر والمغرب وجزر القمر والسودان، والسودان، بالظبط دول كده، الست، دول ليبيا الستة، ما صعدتش وموريتانيا ما صعدتش. بالظبط كده. وكده اعتقد العدد اللي كان موجود في الكاميرون 2021 كان 6 ولا كان 7؟ كان 7، كان 7. فكنا كده دي بنأمل التانية، دي هتبقى تانية اكتر حاجة يعني، لكن مشاركة عربية، الاكتر اكتر مشاركة عربية كانت في الكاميرون، كانت 7. بالظبط كده، كنا بنتمنى مشاركة 8 منتخبات عربية، ولكن للأسف يعني خروج ليبيا، خروج موريتانيا، فبالتالي 6 منتخبات هيكونوا موجودين في المغرب، طبعا المغرب الدولة المستضيفة، مع 5 منتخبات عربية على رأسهم بالتأكيد المنتخب الوطني. طيب تحب تختم حاجة بالنسبة لمنتخب مصر؟ المباراة خلاص خلصت 1-1. حابب اقول لحضرتك ان لعيبه النادي الاهلي متالقين في ظاهره كويسه جدا برضو لازم ان احنا نتكلم فيها، ان هي تألق تالق أبناء الأهلي في ال في على المنتخبات كلها. النهارده بنشوف مصطفى شوبير بيتالق، بس في لقطه انا يعني ما عجبتنيش شويه في التسخين، ما شفتش الاثنين الحراس التانيين سواء محمد ابو جبل او عواد مش موجودين مع مصطفى في الإحماء. في الاحماء، فدي يعني هم زعلانين مهدي ان سليمان قصدك؟ المهدي سليمان وعواد مش موجودين في، بس انت قلت ابو جبل، ابو لا جبل المهدي سليمان وعواد مش موجودين في تمام. التسخين، فدي نقطة انت لو زعلان ما ينفعش ان انت تأثر على زميلك، مش معنى ان انت يعني في لقطة صح، انتشرت كلها على السوشيال ميديا، مصطفى النهاردة اول ماتش دولي في سن صغير، حارس المستقبل بتاع مصر، هو داخل في مسابقة افضل لاعب في داخل القارة الأفريقية افضل وافضل حارس، حارس وافضل حارس مرمى داخل او في افريقيا، فاللقطه بصراحه مش كويسه، واتمنى ان يكون في توضيح توضيح من الكابتن حسام حسن، ويكون في عقوبه لو فعلا الكلام ده حصل، ان الاثنين الحراس التانيين ما سخنوش مع الحارس الاساسي لمنتخب مصر، لازم يكون في توضيح ويكون في عقوبه للناس دي. وانا لان كمان بأدعم اختيار حسام حسن وسعفان الصغير كمدرب حراس مرمى لاختيار مصطفى شوبير، حارس صاعد، حارس واعد، داخل بينافس على جوائز الافضل في افريقيا، وعنده منافسه قويه جدا مع حارس مامولودي سان داونز، وعايز اقول لكم يمكن الجوائز دي فيها كواليس كتير هتقل الفتره الجايه، يعني اذا مصطفى نجح هو او حسين الشحات في جائزه من جائزتين صح، ده هيبقى انجاز صعب جدا، نتيجه ان في تفاصيل في الجوائز مش عايز اقول لكم مداها واصل لفين يعني، صح، فاكيد جهاز المنتخب لازم يدعم حارس الاهلي في توقيت زي ده، ومصطفى حارس المستقبل شفناه النهارده معانا برضو اللقطه، صد وجدير كوره، بالاختيار. صد كوره هايله هايله، رد فعل ممتاز، دي الكوره اللي كان فيها كانت في الدقيقه 33، قدامنا على كانت الشاشه اهو. تسديده قويه جدا من المهاجم بتاع بوتسوانا وقدر ان هو يشيلها. برضو ننتقل من تألق مصطفى شوبير لتألق أحمد نبيل كوكا. أحمد نبيل كوكا الماتش اللي فات عمل مباراة هايلة جدا بره ملعبنا، قدم أداء عنده شخصية، واحد من اللعيبة اللي مارسيل كولر هو كان ليه السر في ان هو يتواجد في المركز 8، وبعد كده دلوقتي بقى اساسي جنب مروان عطيه، حتى منتخب مصر يعني كابتن حسام حسن بقى مروان عطيه الاساسي وبديله احمد نبيل كوكا في مركز 6، في النادي الاهلي بنشوف احمد نبيل كوكا، فده برضو تالق، والناس دي كلها خارجه منين؟ من قطاع الناشئين في النادي الاهلي. مظبوط، مصطفى شوبير خارج من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، حمزه احمد علاء نبيل كوكا في المنتخب انا بتكلم الاولمبي، على اللعيبه كمان المتالقه في المنتخب الفتره الاول الحاليه، تمام، كمل على المنتخب الاولمبي، المنتخب بتاع 2005، احمد خالد كباكه اللي هو معار دلوقتي لنادي مودرن سبورت، وده برضو واحد من اللعيبه اللي انا بشوفها هتبقى خليفه مروان عطيه في المستقبل في النادي الاهلي،
مع لسه واخد رجله المباراه في مان اوف ذا ماتش. المباراه مان اوف ذا ماتش، هو احسن لعيب في فرقه 2000 ومنتخب 2005، هو الوحيد اللي عنده شخصيه كورته حلوه، يمكن ميكالي بيستخدمه قدام الاثنين المساكين ان هو بينزل ويعمل بناء الهجمه من تحت، لان هو من اللعيبه اللي بتبني بتجيد بناء الهجمه بشكل كويس جدا. فشوفوا اللعيبه اللي خارجه من القطاع، هات اللعيب اللي بعده برضه منتخب 2008 حمزه عبد الكريم، المهاجم المتالق والمهاجم اللي هيبقى ليه مستقبل كبير جدا ان شاء الله، بيسجل هدف مع منتخب 2008 وبيقود المنتخب للفوز والعوده مره تانيه. هات الصوره اللي بعدها هتلاقيها اهو ده قدامنا. فكل اللعيبه دي خارجه منين؟ خارجه من قطاع الناشئين في النادي كويس الاهلي. كويس ان معانا الصوره عشان الناس برضه تتعرف عليهم بدري بدري. ده حمزه عبد الكريم، واحد من المهاجمين الممتازين، ده مهاجم مواليد 2008 يعني عنده 16 سنه، هو اللي بيسجل وبيقود المنتخب للعوده ويعمل ريمونتادا. المنتخب كان خسران 1-0 قدام الجزائر، بيرجع 2-1 معاه طبعا بلال عطيه، معاه كذا حد في المنتخب، بس المتالق احنا بنتكلم على اللي هم متالقين، في اربعه فعلا متالقين خارجين من قطاع الناشئين في النادي الاهلي: مصطفى شوبير، احمد نبيل كوكا، احمد خالد كباكه اللي هو معار حاليا من النادي الاهلي لمودرن سبورت، والرابع حمزه عبد الكريم مواليد 2008. فده بيأكد ان قطاع الناشئين دايما ولاد في النادي الاهلي. طب انت اتكلمت على المنتخبات اللي تأهلت وتقييمك لتجربه الكابتن حسام حسن. اخر حاجه قبل ما نطلع لفاصل، انت بتتكلم على ارقام حسام حسن مع منتخب مصر لغايه النهارده بعد المباراه العشر. لو استعرضناها يمكن احنا كنا جايبين بقى 9 مباريات قبل الماتش ده، نشوف هو هي هزيمه واحده بس اللي هي كانت قدام كرواتيا. ففي 10 ماتشات ان هو يخسر ماتش واحد وان هو يتأهل لكاس الامم، بمتصدر مجموعته في كاس العالم بشكل كويس زي ما قلنا كده ان هو بيعمل الأرقام. دي كانت قبل ماتش النهارده، قبل مباراه بوتسوانا، الارقام دي قبل مباراه بوتسوانا. فالنهارده هيبقى 10، هيبقى كسب 6 وتعادل 3 وخسر 1، صح، احرز 18 جون واستقبل 8 اهداف في كام، في 10 ماتشات، وحافظ على نظافه شباكه 5 ماتشات بس من 10. يبقى النقطه اللي الكابتن حسام محتاج يعالجها ايه؟ نقطه ان هو بيستقبل اهداف كتير شويه، 5 اهداف في 10 ماتشات كتير. الحاجة التانية في نقطة برضو، هو بصراحة عامل أداء كويس وعامل فرقتين بشكل كويس، بس أنا بشوف إن بيحصل تراجع بدني في آخر ربع ساعة في ماتشات منتخب مصر مع الكابتن حسام، دي برضو لازم يشوف ليها حلول. احنا هنا بنتكلم في الإيجابي وبنتكلم في السلبي، لأن أنت لازم تتكلم في السلبي في الفترة دي عشان تشوف حلول للفترة اللي جاية. تمام، طيب لسه عندنا تفاصيل أكتر وكذا توبيك محضرينه بالتأكيد مع دكتور أحمد ثابت، كل ده ولكن بعد الفاصل. لسه مستمرين معاكم في الفقرة الحوارية مع دكتور أحمد ثابت، ويمكن التوبيك المقبل هيكلم في نقطة مهمة جدا تحت عنوان من رحم المعاناة يولد الأمل، وهو أمر متعلق بواحد من نجوم النادي الأهلي فرض نفسه على الساحة خلال الأيام الأخيرة، طاهر محمد طاهر. اتفضل يا دكتور. طبعا في الكورة بتدينا دروس، بدروس في الحياة، إن لازم الواحد دايما ما يفقدش الأمل في أي حاجة، ممكن تقع في مرة في اتنين في تلاتة، بس لازم إن أنت دايما تتمسك بالأمل، لأن أنت طول ما أنت متمسك بالأمل اتأكد إن ربنا هيديك قد تعبك. فتعالى نتفرج كده على صور مقارنات كده، مش طاهر بس، هنشوف لعيبة كتير، نشوف بدأت إزاي وهم دلوقتي فين وكانوا هم بيعملوا إيه. نبدأ الأول معانا بصورة، معانا طاهر. طبعا فاكر طاهر ده فاكر الصورة دي؟ كان في فبراير في الماتش في فبراير السنة دي، كان طاهر طبعا قاعد زعلان على الدكة وان هو ما بيلعبش، يعني حصل تغيير ساعتها، مارسيل كولر غير وهو ما كانش مغير، فكان زعلان جدا ومتضايق ان هو مش بيشارك. النهارده بنشوف طاهر ان هو نجم الفرقه او نجم الفرقه السنه دي، عامل اداء كويس جدا، راح منتخب مصر وسجل وعامل اداء هايل، يعني طاهر عامل اداء كويس جدا يعني. فدي هنا من هنا احنا بنقول ان ما فيش يعني ما حدش يفقد الامل دايما، خاصه في الحياه بصفه عامه. هات اللي بعدها، هنا زلاكة. زلاكة كان في بترول اسيوط من سنتين بالظبط، بعد كده راح بيراميدز وبعد كده انتقل لسيراميكا وهكذا، يعني اعاره بعد كده، فالوقتي في منتخب مصر. فده بعد سنتين. اللي بعدها، اللي بعدها ابراهيم عادل كان في المريخ البورسعيدي، دلوقتي في منتخب مصر واساسي وبيلعب من اللعيبه الاساسيه في منتخب مصر. اللي بعدها هتلاقي عمر مرموش. عمر مرموش طبعا ده قصه وحكايه تانية، ده من وادي دجله، دلوقتي مكسر الدنيا في الدوري الالماني في الدراسه، وطلع من دجله من غير ما حد يحس بيه، خد بالك. فانت بتتكلم ان الحياه بتديك فرص، والفرص دي انت ممكن ما تفقدش الامل، ان طول ما انت متمسك بالفرصه متمسك بالامل هتلاقي ربنا دايما بيديك قد تعبك. طيب في وسط الايجابيات دي كلها والانطلاقه اللي عاملها طاهر والناس بتتكلم عليه بشكل ايجابي وبقى اساسي في منتخب مصر، لما اتسالت او اتوجه سؤال لمديرين فنيين على مستوى عالي، لو انت هتبدا بتشكيل تحط طاهر ولا زيزو؟ في ناس قالت طاهر وفي ناس قالت زيزو، ويمكن ناس راح جحت الكفه ناحيه طاهر. طلع احد الاعلاميين قال لك ازاي تقارنوا طاهر بزيزو
هو طاهر عمل ايه؟ ده زيزو ده كسر الدنيا وعمل وعمل وعمل. انت لو سألت زيزو اصلا، يعني زيزو عنده صفاء نفسي كده وانسان محترم، هيقول لك طاهر بيأدي بشكل كويس ويلعب مكانه، وزيزو دايما كلامه ايجابي على كل زمايله. ولكن في بعض الناس بقى على السوشيال ميديا او في الاعلام تحديدا بتحب تركب الترند، وهي لا ليها في الكوره ولا فاهمه في الكوره. تعليقك على الجزئيات دي. هو انا الاول ارفض التقليل من طاهر محمد طاهر لان هو عامل اداء كويس. انا الناس اللي بعض الاعلاميين اللي بتتكلم على الموضوع ده، طب هم كانوا فين لما كانت يافطه تطلع اكبر قلعه رياضيه واكبر مش ما كانوش بيتكلموا في الحاجات دي ليه؟ بالظبط، اكبر قلعه رياضيه في الوطن العربي وصاحب مش عارف نادي القرن ومش عارف ايه والحاجات اليافطه اللي كانت بتتحط دي، كنت فين انت في الفتره دي وما اتكلمتش ليه؟ الحاجه الثانيه، طاهر من اللعيبه، انا بشوف طاهر اعلى. كامكانيات هو لا، في هقول لحضرتك لو عملنا مقارنه ما بينه وما بين زيزو، هما الاثنين نفس النوعيه. لو انت بتحلل اداء الاثنين اللعيبه بمعنى ايه؟ اولا السرعه، الاثنين سراع، القوه البدنيه، الاثنين اقوياء على المستوى البدني. اوكي، الاثنين مش مهاريين في الواحد على واحد، يعني ايه؟ يعني ما يفوتوش في واحد على واحد في الكوره معدل المرة، لا بيعتمدوا على السرعه، ان هو دايما نوع من المراوغه ان انا بطول الكوره وبجري وراه، مش حريق، مش في الواحد على واحد. فنفس الامكانيه العرضيه، من احسن اثنين لعيبه بيعملوا عرضيه في الدوري المصري زيزو في الزمالك وطاهر في النادي الاهلي. مظبوط. عرضيه التسديد بس، الفرق هنا ايه؟ ميزه ده وايه ميزه ده. زيزو عنده ميزه عن طاهر في حاجه، في الاستمراريه، بقاله كذا سنه وفي الزمالك هو نجم الفرقه، فعشان كده زيزو بقى زيزو دلوقتي. طاهر لسه كان بقاله فتره مع النادي الاهلي، بدا ياخد دور النجم في الفتره الاخيره ديت، فده اللي فارق. بس طاهر ميزته عن زيزو ايه؟ ان هو لما بيلعب مع منتخبات مصر بيتالق اكتر، بيبقى لعيب دولي ايجابي اكتر، ايجابي اكتر. بس انا خد بالك من كلمه لعيب دولي دي مهمه قوي، لعيب دولي اكتر. ممكن تكون في الدوري مكسر الدنيا وبيجيب 50 ضربه جزاء، لكن في الدولي زيزو لعب 45 ماتش جايب جونين، طاهر لعب 3 ماتشات جايب جون. فهي الاثنين نفس المقارنه، يعني انا بتكلم كامكانيات كتحليل اداء الاثنين فيهم نفس، بس ده عنده ميزه زيزو الاستمراريه، هو مستمر اكتر عن طاهر. لكن طاهر لعيب دولي اكتر، كل ما بيلعب في المنتخب تلاقيه مؤثر اكتر. بعدين طاهر لو استعرضنا البطولات بتاعته معانا برضو هنلاقيه جايب 15 بطوله مع النادي الاهلي. يعني مش قصه اغنيه، مش قصه اغنيه زي ما بعض الناس اتكلمت. ويمكن دي ارقامه. طاهر في اول ما جه لعب 43 ماتش اول موسم، جاب 7 تجوان وصنع 5. الموسم اللي بعده اللي هو 2021 2022 جاب 4 تجوان وبعد كده صنع جونين. نركز بس في الارقام، ان اول موسم جه جاب 7 تجوان وصنع 5. كمل، هات الصوره اللي بعدها. في الموسم اللي بعده اللي هو 22 23 سجل 3 وصنع 4 في 37 مشاركه. 23 24 سجل جونين بس، اللي هو الموسم اللي قبل الاخير ده اللي قبل اللي احنا فيه، سجل جونين وصنع 6 في 37 مشاركه. الموسم الحالي، الموسم الحالي بقى جاب 5 تجوان وصنع جون في 7 مشاركات، ولسه الموسم بيبدا هات اللي بعدها برضه هتشوف بطولاته، يعني 15 بطوله. 15 بطوله، اصل واحد طلع يقول لك انجازاته اغنيه، ما احنا بنرد عليه بقى، يعني انجازاته مش اغنيه سطلانه والكلام ده، لا ده كلام فاضي. يعني طاهر لعيب من ساعه ما جه النادي الاهلي بقاله 4 سنين، جايب 2 دوري، جايب 3 كاس مصر، جايب 4 سوبر مصري، جايب 3 دوري ابطال افريقيا، جايب 2 سوبر افريقي، جايب 1 كاس القارات الثلاثه اللي هو افريقيا واسيا والمحيط الهادي. في ناس بتحب تقدم اعلام كوميدي وبيحاولوا يجروا ورا الترند، بس بالك بس التفصيله دي مهمه قوي. في ناس بتحب تقدم اعلام كوميدي مش اعلام رياضي، صح؟ بس كده. فده يعني ده احسن رد دايما بالارقام. وزي ما قلت لحضرتك انا اتكلمت هنا بمنتهى الامانه، ان الاثنين كل واحد فيه ميزه، بس الاثنين سواء طاهر او زيزو بتاخد منه عرضيه كويسه، تاخد منه تسديده كويسه، تاخد منه سرعه، تاخد منه قوه بدنيه كويسه، تمام، لكن كل واحد عنده ميزه. طيب نروح بقى للتوبيك الثاني، هو متعلق بجوائز الكاف. الاهلي بينافس على افضل نادي، حسين الشحات ومصطفى شوبير داخلين في منافسه على افضل لاعب في مسابقات الانديه، شوبير بينافس على افضل حارس مرمى مع حراس بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه، عندك كمان افضل مدير فني مارسيل كولر داخل في منافسه قويه جدا. لولا الاهلي لما كانت كل هذه الانجازات في المنافسات حتى على مستوى جوائز الافضل متواجده، لان للاسف حتى جائز افضل منتخب، منتخب مصر مش موجود، ولا حتى مدير فني منتخب ولا لاعب حتى من المنتخب، كل الجوائز منحصره في اتجاه النادي الاهلي يا دكتور. انا كمان عايز اقول لحضرتك تاريخ الجائزه دي. اتفضل. ايه علاقه النادي الاهلي بجوائز الكاف؟ عشان نشوف ان شاء الله لما ناخد الجايز ان شاء الله باذن الله. اول حاجه النادي الاهلي اخذ، لو معانا الجداول نعرضها يا جماعه، حصل على افضل نادي في افريقيا 6 مرات. طبعا الجايزه يا جماعه عشان نكون عارفين ان في سنتين اتلغوا بتوع كورونا وساعات بتقف، هي من 2001. اول سنه النادي الاهلي اخذها 2005، ثاني سنه 2006،
الثالثة 2008، الرابعة 2012، الخامسة 2013، والستة كانت السنة اللي فاتت. بإذن الله لما لو النادي الأهلي خدها السنة دي، وهو الأقرب طبعا لأن هو الحاصل على دوري أبطال أفريقيا، هيبقى دي هيبقى 7 مرات النادي الأهلي أخذ جايزة أفضل نادي. طيب تعال نشوف اللعيبة، أفضل لاعب داخل القارة، أفضل لاعب داخل القارة لعيبة النادي الأهلي أخذتها 8 مرات، بس منهم سنتين احنا اتظلمنا فيهم، يعني كان قفشه المفروض ياخدها في 2021. اهي البدايه اول ابو تريكه طبعا مقفل اللعبه، اخذها 4 مرات طبعا. الجائزه اتاسست الاول سنه 2001. 2005 اول واحد محمد بركات، 2006 و2008 و2012 و2013 محمد ابو تريكه، 4 مرات. احمد حسن اخذها 2010، الشناوي اخر سنتين بقى احنا اخدنا محمد الشناوي 2022 وبيرسي تاو 2023. الجايزه دي يا جماعه لو لعيب من النادي الاهلي اللي هو حسين الشحات او مصطفى شوبير اخدها هتبقى 9 مرات. لو نقدر نستعرض الافضل لاعب داخل القاره، الصوره اللي معانا طبعا اللي مرشح فيها مصطفى شوبير ومرشح فيها حسين الشحات، والمنافس بتاعهم هيبقى طبعا داخل القاره ويليامز. ويليامز هو الخطر الاكبر ده في كل الجوائز، في كل الجوائز. ليه؟ لأن ويليامز كان لسه في جايزة في نهاية الشهر اللي فات اللي هي كانت في الكرة الذهبية، أخذ 9 أفضل حارس في العالم. معانا صورة ليه ويليامز برضه في الحفلة بتاعت البالون دور لو نجيبها. دخل من ضمن أفضل 10. من ضمن أهي. هو أخذ 9 أفضل، اللي هو حارس يا جماعة منتخب جنوب أفريقيا. على مستوى العالم. على مستوى العالم، أخذ 9 أفضل حارس على مستوى العالم، ليه؟ لأن هو قاد منتخب جنوب أفريقيا للمركز الثالث في كأس الأمم، عمل 4 كلين شيت من 6 ماتشات لعبهم. تصدر ركلات ترجيح كتير جدا، عمل موسم كويس، فهو الخطر الحقيقي على لعيبه النادي الاهلي هو ويليامز. لكن انا بشوف ان مصطفى شوبير مرشح بشكل قوي. ليه؟ لان مصطفى شوبير لعب 9 ماتشات في دوري ابطال افريقيا، خرج 9 كلين شيت. انا بقول لك ارقام مصطفى، وانا امبارح انفردت قبل الكاف ما يعلن جائزه افضل حارس، قلت ارقام مصطفى في جوائز الافضل هو وحسين الشحات اعلى من ويليامز وحتى لاعب نهضه بركان واحمد سيد زيزو. وفي جوائز افضل حارس مرمى شوبير ارقامه اعلى من ويليامز، يعني دول افضل 5. احنا لو عملنا قائمه نهائيه 3 لو صفناهم بعد كده، هم بيتصفوا بعد كده لـ3، انا اعتقد ان هيبقى حسين الشحات ومصطفى شوبير وويليامز. يعني دول الـ3 اللي هيبقى المنافسه ما بينهم في الاخر. ليه؟ لان ويليامز عامل ارقام زي ما اتكلمنا فيه كويسه، وويليامز ممكن يعني لو مصطفى شوبير اخذ افضل لاعب داخل القاره ممكن يدوا لويليامز افضل حارس. انا عايز اقول لك النتائج هتبقى ممكن فيها مفاجآت، ومش بالارقام القياسيه اللي احنا عارفينها، لان الدنيا مقلوبه في المغرب على استبعاد سفيان رحيمي. طبعا ازاي سفيان رحيمي مش موجود وانت واخد لعيبه؟ يعني سفيان رحيمي عمل موسم كويس جدا مع العين الاماراتي، ولعب اولمبيات واخد هداف الاولمبيات مع منتخب المغرب. ازاي كل ده في الاخر بره؟ عايزين برضو نتكلم على حارس المر، على المدرب، نجيب بقى المدرب، لان مارسيل كولر يستحق مننا ان احنا نتكلم عليه. على فكره تاريخيا الجائزه دي غريبه قوي، الجائزه دي ما خدهاش في النادي الاهلي غير مره واحده بس، احنا معانا جدول جايبين الجوائز بتاعه المدرب. افضل مدرب في افريقيا. هتلاقي ان مانويل جوزيه اخذها 2006. مانويل جوزيه مع النادي الاهلي 2006. 2008 جوزيه ما خدهاش، خدها منه الكابتن حسن شحات عشان منتخب مصر، مع منتخب مصر. 2017 هيكتور كوبر مع منتخب مصر، احنا جايبين الناس اللي هي كانت لها علاقه بمصر او النادي الاهلي يعني. فتاريخيا لو مارسيل كولر هو الاقرب ان هو ياخد افضل مدرب في افريقيا، لان المرشحين اللي معاه ما عملوش حاجات قويه او حاجات انجازات، ممكن يخش كولر في اول 3 وممكن ياخدها. فهو لو اخدها الاسماء قدامنا هي سيباستيان صبر طبعا، ثانيه واحده، دي صبر مدرب منتخب الكونغو، وبعد كده في مدرب منتخب كوت ديفوار اللي هو فاي، وبعد كده بيدرو البرتغالي انجولا، وبعد كده مارسيل كولر، وهوجو بروس طبعا مدرب جنوب افريقيا. فطبعا هو الاقرب سيباستيان دي صبر، عامل اداء هايل مع الكونغو، عامل طفره مع الكونغو، بس طبعا كولر نتائجه اكتر، نتائجه احسن، اخد برونزيه مونديال واخد بطولات كتير مع النادي الاهلي السنه دي، منهم دوري ابطال افريقيا، فهو الاقرب. ممكن مين اللي ينافس كولر؟ كولر اللي ينافسه مدرب كوت ديفوار. ليه؟ لان هم اخذوا كاس الامم، فانت هتبقى هنا المنافسه ما بين مدرب كوت ديفوار لانه اخذ كاس الامم، وكولر لانه واخد دوري ابطال افريقيا وبرونزيه كاس عالم للانديه. عموما هنشوف كل النتائج دي بقى في الحفل اللي هيقام في مراكش يوم 16 ديسمبر. وعندي معلومه ممكن مش قرار نهائي يعني، ممكن تتنقل للرباط، ولكن لسه ما اتخذش القرار، لكن حتى الان الحفل في مراكش يوم 16 ديسمبر. طب اختم معاك، للوقت جري معاك بسرعه جدا، استعداد الاهلي لماتش الاتحاد السكندري، واحنا طمنا كل الناس على اصابه اسامه ابو علي، الحمد لله مش في الركبه، اصابه بسيطه في مشط القدم، بيعمل اشعه النهارده بعد وصوله للقاهره، وبكره نعرف نتيجه الاشعه
ايه بالظبط، لكن هتعمل مقارنه بين ارقام الاهلي والاتحاد في الجزء الاخير من البرنامج. طبعا مباراه صعبه جدا، لان الاهلي والزمالك والاتحاد هم الثلاث فرق بس اللي في الدوري اللي كسبوا اول جولتين. فالاتحاد السنه دي مع بابا فاسيليو عامل اداء كويس جدا. الميزه ان هو دفاعيا لو استعرضنا الارقام هنلاقي ان هم ما دخلش فيهم ولا جون في الماتشين، نعرض الجدول بسرعه. فعامل اداء كويس في اول ماتشين، 2 كلين شيت، محمود متولي معاهم طبعا لعيب النادي الاهلي عامل اداء كويس جدا، قدروا ان هم برضو يعوضوا بمبلول وبمهاجم افريقي كويس عنده سرعات. لو استعرضنا الجدول هنلاقي ان دي اخر حاجه. المقارنه ما بين ارقام النادي الاهلي والاتحاد في اول جولتين، هنلاقي النادي الاهلي كسب ماتشين، النادي الاتحاد كسب ماتشين. فالمباراه انا شايفه ان هي هتبقى طبعا صعبه مش سهله. ليه؟ المباراه اللي بتبقى قبل فتره التوقف بتبقى صعبه، والمباراه اللي بتبقى بعد فتره التوقف بتبقى صعبه، لان النادي الاهلي كان عامل ريتم كويس جدا، احنا كنا وصلنا لفورمه هايله في مباراه العين، بعد كده لو مباراه الزمالك، واول ماتشين في الدوري لما كسبت زد وعملت ماتشين هايلين قوي في اول الدوري، فالريتم بتاعك كنت فارضه والايقاع كان سريع. فانت اتمنى ان النادي الاهلي يرجع يوم الجمعه بنفس الستايل ده، بنفس بإذن الله. الضغط العالي، بنفس الريتم، برضه تحاول ان انت تجيب جون بدري يسهل عليك الامور، لان الدوري السنه دي مختلف عن كل الدوريات اللي أكيد قبل كده واصعب. أكيد أكيد. طيب عشان وقتنا نروح بسرعة لسؤال حلقة النهاردة، نوجهنا مش سؤال، طلبنا من كل جمهور الأهلي يوجه رسالة للاعبي النادي الأهلي مع استئناف الدوري ولقاء الأسبوع الثالث يوم الجمعة أمام الاتحاد السكندري. تعالوا كده نشوف رسائل جمهور الأهلي مع دكتور أحمد ثابت ونشوف التعليقات. مصطفى المصري بيقول شد حيلكم يا رجالة أنتم أبطال. رأي تاني معانا فارس عماد بيقول تحياتي ليك يا كابتن، أهم حاجة التركيز اللي جاي كله صعب، بس إن شاء الله الرجال قادرة ونحقق أكبر عدد بطولات. ماشي. التعليق اللي بعديه كريم بيقول تحياتي ليك يا كابتن، إن شاء الله اللعيبة تكون مركزة وتحقق كل البطولات السنة دي، هي سنة كلها ضغط بس إن شاء الله ربنا يوفقهم. ريمون نبيل بيقول إن شاء الله اللعيبة تكون مركزة ويلعبوا كل مباراة كأنها نهائي ويفرحونا ويفوزوا بالدوري. كرم علي بيقول تعودنا بالمكسب ورقم واحد في كل المسابقات، خليكم على العهد من مكسب الى مكسب. هدى، وده اخر تعليق معانا، هدى عبد الرحيم بتقول بالتوفيق يا ابطال وتلعب بروح واصرار وان شاء الله الدوري اهلاوي. كل التعليقات ايجابيه يا دكتور احمد. طبعا اخيرا يعني ان شاء الله تبقى زي ما قلت لحضرتك البدايه والعوده من التوقف الدولي، اتمنى ان هي تكون بانتصار عشان ان شاء الله هتفرق معانا كتير باذن الله. نورتنا وشرفتنا وسعداء بوجودك معانا، وبامانه بشكرك جدا على كم الافكار اللي موجوده النهارده معانا في الفقره التحليليه الرقميه في برنامج الترند. بتشرف بالتواجد معاك يا محمد، دايما انت متالق ومكسر الدنيا، وبالتوفيق دايما. الله يخليك يا دكتور، تسلم جزيلا. شكرا جزيلا. بالتاكيد فقره حواريه كانت مهمه جدا، وزي ما عودتكم دايما في برنامج الترند كل يوم عندنا خبر جديد، معلومه جديده، قضيه بنطرحها، وفقره حواريه اكيد بيبقى فيها فكره جديده بنقدمها لكل السادة المشاهدين. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وغدا يتجدد اللقاء بإذن الله في برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.